بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذا التقرير الذي سأنقل لكم منه مشاهد عجيبة من أعجب مكان في منطقة جازان، مكان يتسم بالعورة بالشدة بالصخور. إنها قرية الشامية الواقعة في جبل القهر. قرية الشامية بجبل القهر هي إحدى القرى التابعة لمحافظة الريث بمنطقة جازان. الطريق الموصل إلى قرية الشامية طريق وعر جدا، لا تسلكه إلا سيارات الدفع الرباعي. باقي الاثار القديمه، باقي سبحان الله الغنم اكثر من البيوت الجبليه دائما يعني يكون فيها حوش الغنم، وايضا بجانبه المنزل مباشره. شوف اسمه شيء عجيب، الجبيه والجلد اللي ابو فيها زي هذا. هذا نجر دمشق مكسور، مكسور خلاص، حاس مكسور، نجر دمشقي سبحان الله، مكسور مكسور. فانوس الدبية، شوف شوف الدبية ما شاء الله، الجلود وهذه مجموعة من الآثار القديمة يعني جونا موجودة في هذا المنزل. سبحان الله، هذا البيت الجبلي تكون من غرفة للسكن بالإضافة إلى حوش للأغنام. هنا إن شاء الله تبارك الله، منزل عجيب 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 جدا. هذه آثار الباب من الداخل. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مكان الغنم وهذه مكان البيت السكن. هنا المزارع عندنا هنا يعني سلو من عنها يعني ما هي بسيطة وما هي سهلة، يعني إذا جاء أي ناس ولا واحد ما هو يعني ما استأذن صاحب المزرعة، مثلا دخل في المزرعة بدون أذن صاحبه، فيها حقوق وفيها يعني زي ما تقول يروح مثلا الشيخ أو مثلا القاضي أو أي حاجة. هذا إذا دخلها كيف يعني؟ إذا دخلها بدون أذن منه يتمشى ولا مثلا إذا يبغى يتمشى ولا يبغى يسوي فيها أي يخربها ولا يسوي أي حاجة، خاصة البن. نعم، وخاصة البن، البن البن بالذات خاصة يعني يعني أكثر من المزارع الباقية، مثلا الدخون مثلا الذرة، هذه يعني البن أزيد زيادة عنها. نعم، لأنه عندنا هنا يعني إذا دخلوا رجال مثلا ولا يبغى يخرب فيه ما يكون ثمنه إلا حياته. الله، مرة 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 أو يعني
وش الغرامة عادة؟ الغرامة عادة يعني إذا فك يعني بوابة المزرعة مثلا فكها ومشي يمكن خطوة خطوتين 12 راس من الحلال. الله. نعم يطلع. وإذا كسر؟ وإذا كسر عود يا أبو إبراهيم كسر عود أي عود يعني شجرة فيها عيدان كل عود لو غرامة الحال ما يتعلق بالثانية. الله لأن شجرة البن يعني وزي ما تقول ما غصون حقها ما هي مسوية يعني ما هو سوي. نعم فكل غصن لو غرامة الحالية نعم لا حكم الحال. اي ترى بشيرك حصلنا حبة بن هنا. هذا البن في الشامية في جبل قار ما شاء الله تبارك الله. شجرة البن ما شاء الله تبارك الله. هذا مشروع لجلب المياه من أسفل الوادي. ما نتفقكم ولا ما انتم مجربين نعم. ما انتم مجربين والله. والله نعم احنا تعالوا نجي وتتغدوا معنا وتجلسوا. الله يسعدك يا ابو هذا هو سد المياه لقرية الشامية والذي يبلغ ارتفاعه ما يقارب 20 مترا يستقي منه أهل القرية وهو شغل فردي واجتهاد من الأهالي. هذا الطريق إلى أحد السدود أيضا بقرية الشامية.
هذه الليات قادمة من السد. سد ألوية في الشامية محافظة الريف. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، الله يوفقكم ان شاء الله. اعطونا واحدة، اعطونا واحدة، اي حاجة والله كان في مثل من الشيء. نحمل على جمع شباني والتحية للأجواد نطليها، يا سلام على جمع شباني والتحية للأجواد نطليها. واللحم فيه قليل مرة، لكن من فصيلة التمر، نبات المنطقة دي فصيلة التمر شطبه.